هلو يا حلوين، كيفكم؟ ان شاء الله بخير. ان شاء الله كيف تسمع على الناس حبايبي كرتت لكم اليوم بمقطع جديد يا حلوين. مقطع اليوم شباب، مقطع شباب اسطوري. كثير شباب كثير متحمس للمقطع. طبعا شباب نزل بالسيرفر البرازيلي، شباب السكين الاسطوري اللي يعني اللي كثير بحبه شباب، مثل ما انتم شايفين. عشان شباب هذا السكين شباب يعني ما بعرف شباب، يعني اول ما شفته نزل شباب ما تحملت، لازم انزل ادخل اشوفه اجيبه العبه. فهمتوا علي؟ اوكي يا صديق أمان الكرام، قبل ما نشاهد المقطع شباب لا تنسوا تصلوا على الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام، واللايكات والشيرات يا أحلى الناس. أوكي شباب، اللي مش مشترك إذا تحت اشترك حبايبنا الكرام واشترك. أوكي شباب، الآن طبعا أنا شباب بغير سيرفر، أوكي بسيرفر الأوروبي. أوكي حبايبي، طبعا حبايبنا ركزوا معي هون شباب بسيرفر أوروبي. شباب طبعا بتعرفوا الأحداث عندنا هون شباب، السيرفرات طبعا دايما بقولها بكل الفيديوهات. طبعا حبايبنا في أحداث بتنزل مثلا قبل عندهم، بعدين تنزل عنا، مرات تنزل عنا اول بعدين عندهم اول ولا اخره. اوكي شباب، لا شباب لا لا لا، في حدث جديد. اوكي ما سبق علي شفت هذا الشكل، هلا الشكل من الاحداث. اوكي يا اساطير، ما سبق علي يعني ما سبق علي انه اشوف ما سبق لسه عم بخربط هذا كل هالدرجه متحمس كثير شباب حبيبنا. المهم ما سبق علي انه شفت الحدث. طبعا هون شباب هون على اليسار عندنا الشيء اللي اسمه الباي 1. اوكي هون فوق هو ما حاطط ايدي، شايفين؟ اوكي على اليمين اللي هو الجيت تو فري، يعني اشتري واحد تربح اثنين. فهمتوا علي كيف؟ لهيك شباب الشيء الموجود بالمتجر هذا حبايبنا عندنا سكين الروماني ولا اللي بسموه هون مكتوب عندهم الامير الاوريجينال. اوكي وانا نفس الشيء هون سكين كمان اللي شايف كمان يعني، ولكن شباب بتعرفوا شباب ما بلعب سكين، ما بلعب ابدا سكينات البنات. ليك شباب انا بهذا الحدث بدي احصل على هذا السكين. اوكي وندخل نجرب شباب لانه كثير متحمس. طبعا شباب ما عندي جواهر، لانه احنا نشحن شوي جواهر، نسيت اشحن قبل ما اصور الفيديو لانه كنت كثير متحمس حبايبي نشحن جواهر مشان نجيب ابو السكين. وين الكود؟ وصل الكود. برجع بكرر يا شباب بكل مقطع، اللي يحب يشحن عن طريق الاي دي شباب قول لي حصلت على توب اب كمان. اوبا طبعا شباب حصلت على توب اب هاي، وهي الحقيبه شو اللي وصلنا نحسن نشوف نجرب الحقيبه شباب. عملت لها كويك يعني حطيتها على اللام. اوكي شباب طبعا اوه ابدا عندي 1275 جوهره شباب، والسكين 150. يا سلام، رح نجيب السكين ابو السكين. ليتس جو. وين هي؟ طبعا هون شو نضغط هون، خلينا نشوف شو راح يصير. نعمل هون كبسة هون. اوكي اوكي هات لنشوف get to free item، هات لنشوف ممكن يطلع لنا شيء شغله حلوه. اوكي سكار اللوز. اوكي حبايبي هيك ضبطنا السكين شباب، حصلنا على السكين مثل ما انتم شايفين يا اساطير. طبعا شباب بدنا نروح ندخل نجربه. اوكي ندخل نجربه يا حلوين، خلينا نروح ندخل نجربه يا اساطير. طبعا شباب قبل ما نجرب شباب في هون كم شغله بسيطه بدنا نظبطها، نفتح هدول الاشياء يمكن يلزمونا بال تبعت الشخصيه هون بهذا الحساب. مالي بظبط الشخصيات شباب لسه، خلينا نظبط شوي الشخصيه شباب هيك نحط عجب. عندي كيلي هون ولا لا؟ ابي كيلي ما في شيء هون شباب. طيب نفتح هدول البقيه، كم يكلف هون؟ 5000 على 5000 حلو لوز. هون يكلف 10000. اوكي شباب خلينا نحط اي شيء هلا، شيء سريع. اوكي خلينا نحط ندخل نجربه، خلينا نحط هذا. يلا نحط هذا، يلا هيك اللوز، هيك اللوز اللوز شباب. خلينا نطلع على التدريب شباب ونشوف السكين يا جميلين. ليتس جو ليتس جو بلو. يلا بسم الله الرحمن الرحيم، كلش متحمس هذا السكين شباب، كلش تحمس كلش. اوبا يا شباب عن جد شباب عن جد تقييمكم هذا السكين يعني شباب ما يعني ما بعرف يعني الصراحه ما عليه شيء يعني مش طب ممكن تكون الراس شوي هيك راح يبين. اوكي بس مسكين نفسه شباب يعني ما بعرف اذا يتذكروا مين يتذكر شباب لعبه اساسين كريد اوديسي. اللي بيعرفوها شباب راح يفهمني شباب راح يفهمني ليش بحب هذا السكين. خلينا ندخل شباب نجيب البربر او ام بي 4. خلينا نجيب البربر، خلينا نجيب البربر، نروح نبربرهم شباب. ليتس جو نروح نبربرهم شوي، بربر سيرفر الاوروبي شوي نشوف وضعهم شباب كيف لعبهم، اسطوري ولا مش اسطوري. تعالوا نشوف سيرفر الاوروبي شباب.
اساطير ولا مش اساطير ولا سيرفر مين هن الملوك اللعبة. هات نشوف، تعالوا نشوف يا شباب. ها هاي برو، وي 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 هلو برو، ايجي 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 شربك القهوة عند عمك عليكو، ايجي 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 هاي برو. وين شو هذا؟ الزلمة جايب لي هذا بالسيرفر دي. هذا شو وضعه يا معلم؟ هذا شو وضعه؟ هذا شو وضعه؟ هذا جايب السيرفر من اول؟ من اول؟ واو حبيت اجيب ريت شوت. هي ما هي جايب سنايبر يا الله. اول مرة بشوف واحد شباب. هي هي اوه شكل لعيبة بس مو علينا. الله معك الله معك معلم، الله معك الله معك الله معك الله معك الله معك حبيبي، الله معك الله معك الله معك لك عليكو عليكو عليكو. تعالوا تعال 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 يا جميل تعال تعال. شو عم يعمل؟ عنده سكين حلو هذا. اه سيفر واو ثلجي، عنده ثلجي اسطورية هي كمان. روح الله معك يا الزلمة يا الزلمة. اه اه اوكي 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 انا شوف شوف والله شباب يعني ما مستوى مش بس يعني هذا شوف عم تلعب. شوف الثلج والله الثلج اسطوري هاي معلم معلم، ثلجتك حلوه. اه شكله هذا اسمه شو اسمه دمعة حزن. الله يعينك الله يعينك يا دمعة حزن، والله كنت يعني شاب محترم. تعال 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 بدي 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 وي يا وي وين عم بيطلعوا هدول دخيل الله. عم شوف اشياء بالسيرفر رب الشباب شيء مو طبيعي. خرود 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 يا زلمه الله ما اخذتهم عليه. خرود يا الله خرود شباب شو خرود خرود اقسم بالله كيف طلعوا هدول فوق رب الشباب عم بيطلعوا فوق. انا ما علمت افهم الموضوع غلط. الله معك هذا معلم شو وضعه هذا. يا اخي كيف يطلعوا لفوق يا زلمه اول مره قرود اقسم بالله. هذا معلم هذا برتقالي معلم نزل بربره تعب. صدقوني شباب شيء غريب عجيب اقسم بالله، يعني بحياتي يعني بحياتي ما شفت شيء انه يطلع ولا شو هذا. ما في مستوى ما في مستوى شباب ما في مستوى. تعال نشوف يا زلمة يا زلمة. هذا معلم هذا معلم مشغل لي كريستيانو مثل كيتي. البوكس كمان البوكس كمان بس طالع حاله. هذا في وضعه هذا واحد جديد معنا بالساحة. الله معك هذا 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 أبو 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 الشرقي أبو الشرقي مفكر حاله. لا لا يا زلمة كريستيانو يا الله كريستيانو خليك كريستيانو ينفعك كريستيانو يا الزلمه من الصبحيات يا زلمه خلوا بالكم. طبعا علم هذا شكله محترف على حسب مشياته طلعنا. هذا واحد عربي ثاني هذا شوف شو اسمه مكف مكف شو اسمه هذا شو اسمه هذا شو اسمه يا شباب ليش اسمه يطلع عندي معوجي شباب كل شيء اسمه بيطلع عندي معوجي ما بعرف ليش. تعالوا تعال تعال اوه يا حبيبي يكفي يكفي يا شباب يكفي والله شباب نسيت حالي شباب نسيت حالي خلص هي نطلع بس نقتل هذا نقتل الصورة نقتل هيك هي هي القرد 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 اللي عم تطلع لفوق. يلا يلا معك اوكي سلامات يا رب نشوفكم بحدث جديد. اوكي يا اساطير حبايبي الكرام هيك بكون انتهى المقطع لليوم حبايبي ان شاء الله عجبكم المقطع. لا تنسونا باللايكات والشيرات وتشتركوا تحت بال تفعلوا زر الجرس وتفعلوا زر الجرس وتشتركوا اوكي حبايبنا. طبعا شباب عم حاول عم حاول يعني انه ادخل كل السيرفرات هيك شباب نعمل هيك نشوف اشياء جديده بكل مكان شباب بكل مكان باللعبه اوكي يا حلوين. هيك بكون انتهى مقطعنا اليوم بشوفكم ان شاء الله بمقطع جديد باذن الله تعالى غدا اوكي وسلامات الى اللقاء يا احلى ناس.